بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لا تبور. ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا يزال الحديث متواصلا تحت مسائل هذا الباب، والتي عقدها المصنف رحمه الله تحت هذه الترجمة، باب التشديد في شهادة الزور. وقلنا إن هذا الباب وهذه المسائل من جملة مسائل أحكام القضاء والأحكام الشرعية التي يجريها القضاء بين المتداعين والخصوم، وهذا يتعلق بشهادة الزور. والشيخ رحمه الله أورد فيه أحاديث، منها حديث أنس وتكلمنا عليه وعلى أكثره في قوله صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الكبائر أو سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين. وقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول الزور، أو قال شهادة الزور. تكلمنا عن الكبائر والصغائر، وذكرنا أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، وأن الله عز وجل يقول: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وذكرنا حد الكبيرة على ما قرره جمع أو محققون من أهل العلم، وذكرنا أيضا قوله عز وجل في المتقين: والذين إذا فعلوا فحشة أو ظلموا أنفسهم، وأن هذان الفعلان هما قال العلماء إنهما الكبائر والصغائر. وثم تكلمنا عن الشرك بالله، وقلنا إنه هو مساواة غير الله بالله بما هو من خصائص الله، يعني أن يصرف المسلم حق الله عز وجل لغيره، يصرفه لأصنام أو لقبور أو لأضرحة أو أولياء، أو يصرفه يعني من لكواكب أو شموع أو أقمار أو غير ذلك من مع الأسف العبادات التي ضل عليها أكثر الناس أو ضل بها أكثر الناس. ولهذا قال عز شأنه: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وتكلم عن هذا بما يناسب المقام. ثم تكلم أيضا عن قتل النفس صلى الله عليه وسلم والإقدام عليها، وأن هذا يعني من كبائر الذنوب، وأن الله عز وجل من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما، لا 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 أشد وأعظم من هذا الوعيد. وتكلمنا كذلك عن حقوق الوالدين، وأن الله عز وجل قرن حقهما بحقه، سواء فيما يتعلق بالإيجاب بمعنى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أو بالسلب
الشرك مقابل حقوق الوالدين، الشرك التقصير في حق الله وعقوق الوالدين التقصير في حقوق الوالدين. وتكلمنا عن هذا بما أيضا يناسب المقام. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا ونبيكم بأكبر الكبائر، قول الزور. لاحظ قوله صلى الله عليه وسلم بأكبر الكبائر، مع أن الشرك أكبر من قول الزور، وقتل النفس أكبر أيضا، لكن عدها من 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 من, من أكبر الكبائر لعظم أثرها، ولأنها نسأل الله السلامة يعني غالبا متعدي، وإلا ولا الشرك أكبر وأعظم. لكن قال العلماء يعني لعظيم قبح الزور، وسنتكلم عنه إن شاء الله، ولأنها أسهل وقوعا والناس يقدمون عليها نسأل الله السلامة، والتهاون بها أكثر. بينما الشرك بالله عز وجل غالبا ينفر منه قلب المسلم الذي يعني امتلأ قلبه بالإيمان، والعقوق أيضا كذلك غالبا الطباع السليمة تبعد عنه. أما الكذب والزور فهذا يستسهله الناس، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ونبيكم بأكبر الكبائر. وفي الرواية الأخرى: وكان متكئا فجلس. سوف نتكلم عن هذا إن شاء الله بعد قليل. قال: شهادة الزور، قول الزور أو شهادة الزور، قول الزور أو شهادة، أو قال شهادة الزور. سمي الزور زورا لأنه من التزوير، والتزوير هو التزويق والتحسين. ولهذا قال عمر في إحدى حينما كان في السقيفة، وكان اجتمع الأنصار والمهاجرين وكان بينهم يعني شد، فقال عمر: فزورت في نفسي كلاما، يعني جمعت كلام وحسنت كلام وحاولت أن أتي بكلام بليغ. ثم قام أبو بكر. فالتزوير هو التحسين، ولك شاهد الزور صلى الله عليه وسلم حتى الكذاب يحاول أن 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 يعني يأتي بكلام معسول وبكلام خادع، سواء في الألفاظ أو في الحركات أو في التصوير التصورات، فسمي زورا من التزوير. وفي قول الله عز وجل في صفات عباد الرحمن: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلام، قال: والذين لا يشهدون الزور، والذين لا يشهدون الزور. فلاحظ عندنا شهود وعندنا زور. وتكلم المفسرون في ما المراد بالزور هنا: والذين لا يشهدون الزور، الذي يجمع هذه الكلمة هو الباطل. أي باطل يدخل فيه الشرك بالله، ويدخل فيه كل محرمات، ومنها الكذب، ومنها شهادة الزور التي سنتكلم عنها في هذا الباب، وكله من شهود الزور. ثم يشهدون أيضا لها معنى، يعني الذين لا يشهدون الزور يشهدون بمعنى يحضرون، ويشهدون بمعنى يدون الشهادة. وهذا يسميه الأصوليون، يسميه كذلك علماء اللغة المشترك، بمعنى أن تأتي الكلمة وهي ذات معنيين أو معاني، وقد يراد كل معانيها.
ولهذا يسموه عموم المشترك، عموم المشترك. فتكون كلمة لها عدة معاني، قد تكون أيضا هي مشترك، مثل العين. العين تطلق على العين الباصرة، حاسة العين بصر، وتطلق على الذهب، وتطلق على عين الماء، وتطلق على الشخصية الرجل الأعيان، وتطلق على معاني كثيرة. عين، فهذا يسمى من المشترك. فهنا يشهدون، قد تكون بمعنى يحضرون، قد تكون بمعنى يؤدون الشهادة. ولا شك إذا كانت يحضرون يعني بمعنى لا يحضرون أماكن الزور، يعني أماكن الباطل، سواء كان غنى، سواء كان كذب، سواء كان خمور، سواء كان كل مشاهد الباطل ومجالس الباطل لا يحضرونها ولا يشهدونها. هذا معنى لا يشهدون الزور، أو الزور شهادة الزور يكون لا يشهدون، معنى لا يؤدونها، وهي المراد هنا الذي عقد له مصنف هذا الباب. وأيضا قال الله عز وجل واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. ولاحظ أنه قارن بين الرجس من الأوثان وقول الزور، كما هنا الشرك بالله وقتل النفس وقول الزور. فعجيب أن يقرن الشرك بالله مع قول الزور، لأنها كلها باطل. وقد يكون غالبا الشرك هو محض حق الله، والزور يشمل حق الله وحق المخلوقين، لأن غالب الزور هو في حق الناس أكثره، يعني خاصة شهادة الزور على ما سوف يأتي. وقال واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وقال هنا قول الزور، وهنا قال في الحديث ألا ونبيكم بأكبر قول الزور أو قال شهادة الزور. طبعا إذا اجتمع قول الزور وشهادة الزور غالبا يكون القول أعم، قول الزور يكون شهادة الزور خاصة بالشهادة الباطلة، بينما قول الزور يشمل كل الأنواع القول المحرم، كل أنواع من الكذب والغيبة والنميمة، كل ذلك قول زور. فكل كلام باطل وكلام محرم فهو زور، أو فهو من قول الزور. وشهادة الزور هي أن يؤدي شهادة أمام القاضي وهو فيها فاجر كاذب، يشهد أن هذا حق فلان وهو يعلم أنه ليس حقه، أو يشهد أنه ليس لفلان وهو يعلم أنه له، صلى الله عليه وسلم. هذه هي شهادة الزور. وقلنا زور لأنه يزور كلامه بحيث يعني يوهم القاضي ويظهر أمام القاضي كأنه صادق وكأنه يقول كلاما حقا، لشدة ما يعني وضع على كلامه من التزوير ومن التزويق ومن إخفاء الحقائق. ولهذا كما هو معلوم القاضي ليست مسؤوليته أن يكتشف المبطلين إلا بقدر ما يعني يحيط به علمه. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا بشر وإنما أقضي على نحو مما أسمع. فالقاضي أمامه الشهود وأمامه البينات ويسمع، وغالبا في الشهود قد يطلب مزكين يزكون هذا الشهود لأنه لا يعرفهم أحيانا، ويأتي شهود أيضا كذلك مزكين قد يكون زور كذلك. القاضي ليس أمامه إلا هذا،
وقد يكتشف طبعا لا شك أحيانا. والقضاة أيضا عندهم ذكاء وعندهم فراسة ويعرفون أحيانا كالواحد يعني كلامه مختلف أو كلامه مضطرب أو كلامه متناقض. ولهذا أحيانا وليس دائما قد يحتاج القاضي إلى أنه يفرق بين الشهود، يفرق بين الشهود إذا رأى القضية يعني فعلها فيها لبسة وفيها أشياء يفرق بينهم، فيجعل كل شاهد يشهد مستقل في غياب الآخر. كان يقول مثلا تشهد بماذا؟ بكذا وكذا، فيورد عليه الشيخ أسئلة قاضي كذا، هل رأيت كذا بكذا في أي يوم في أي مكان، هل في البرية، هل في البر، هل في البحر، هل في البيئة، هل البلد، هل في بيتي، هل في السوق إلى آخره. إذا صار عنده نوع يعني القاضي صار عنده نوع من الاشتباه بالشاهد فإنه يستفصل، وفي نفس الأسئلة يسألها للشاهد الثاني أحيانا، فيجد أنه مثل يقول هذا نعم هذا كان في البيت، الشاهد الثاني يقول لا كان في المسجد، يقول لا كان في السوق، ويقول نعم عدا خمسة، يقول لا عدا سبعة. فيتبين أحيانا القاضي إذا رأى أن 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 أو بدا له أن في الشهود ما فيهم أو عندهم نوع من يعني التلبيس أو الاضطراب أو التناقض، أو وأحيانا قد يكون الشاهد بريء وطيب لكنه لا يحسن يتكلم ويتناقض أيضا، فالشيخ القاضي يعرف يعني من المتلاعب من الطيب وصاحب الغفلة إلى آخره. المقصود أن شهادة الزور هي الشهادة بالباطل، وغالبا الحامل الذي يبعث الواحد أن يزور السلام أو يشهد زور إما عداوة أو حسد أو يعني انتقام أو يعني يظن أنه يجامل صديقه أو يبر صديقه أو قريبه ليشهد له، بينما هو ضره، ضر نفسه أولا ثم ضر من شهد له لأنه أعطاه ما يستحق ومنع صاحب الحق من حقه نسأل الله السلامة. لكن هذه غالبا هي بواعث الشهادة الزور، وهي كثيرة طبعا، إما كان قرابة وإما عداوة وإما صداقة وإما يعني انتقام من أشياء ماضية أو من تصرفات سابقة إلى آخره. قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قول زور، أو قال شهد زور. والحديث الثاني حديث أبي بكرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقول الوالدين، وكان متكئا فجلس. وقال ألا وقول زور وشهد زور. قال فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. والحديثان حديث أبي هريرة وحديث أنس، أو حديث أنس وحديث أبي بكرة كلاهما في الصحيحين وغيرهما في البخاري ومسلم. وقوله وكان متكئا فجلس مما يدل على عظم الأمر، حينما وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يكون يعني يريد أن 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 يبين عظم ما يريد أن يبينه وخطره وعظم تأثيره وخطورته على المؤمنين سواء في الدنيا أو في الآخرة، على أحوالهم، على أولادهم، على أرزاقهم، على شأن دنياهم، شأن آخرتهم. قال وكان متكئاً، بمعنى جلس جلسة استرخاء. والإنسان حينما يتحدث وهو في جلسة استرخاء يعني يتحدث حديث كما يقال طبيعي، وحديث يعني لا يحتاج إلى أن يعني مزيد من الإثارة إلى آخره. لكن لما جاء عند شهادة الزور كان متكئ وجلس، يعني غير جلسته ما يدل على عظم ما يريد أن ينبه له.
فقال ألا وقالوا زر وجزك فلا زال وما زال يرددها بمعنى يكررها يريد أن يبلغ أصحابه ومن بعد أصحابه إلى يوم القيامة عظم هذا الأمر. والذي يبدو لم يقل ثلاثة ولا أربعة قال لا لا زال يرد حتى قلنا ليته سكت. ما معنى حتى قلنا ليته سكت؟ بمعنى أنهم أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم لعظم تفاعله وعظم فعاله فرددها منفعلا ورددها يريد أن يوصل للأمة خطورة هذا الأمر يريد أن يوصل خطورة هذا الأمر لأنه قول الزور وشهادة الزور وكما قلنا الزور كل باطل بل تكاد تكون يا إخواني تكاد تكون كل تصرفات الناس هي عن طريق اللسان كل صرف بيوعهم مواعيدهم حديثهم كل أقوال فإذا كان الأقوال باطلة تكون الحياة كلها باطلة ومن هنا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يوصل هذا الأمر ألا وقول الزور ألا وجه الزور ألا وقول الزور ألا وجه حتى قلنا ليته سكت. طبعا الصحابة رضي الله عليهم لماذا قالوا حتى قلنا ليته سكت؟ أشفقوا على النبي صلى الله عليه وسلم بشدة انفعاله وشدة يعني تحمسه ويعني شفقته على أمته وحرصه على أن يوصل لهم عظم تأثير القضية فالصحابة أشفقوا عليه لمزيد تفاعله وأيضا هذا يدل على أدب الصحابة وعلى تعظيمهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتوقيرهم له لأنهم لا يريدونه أن 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 يصل إلى حالة بحيث أنه يعني بالتعبير المعاصر أنه يزعج نفسه أو أنه فعلا يكون عليه من الانفعال يريدونه أن يكون على كامل الهدوء وعلى كامل الراحة وعلى كامل الأريحية فمن من 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 كثرة أدبهم لنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم ومحبتهم له وشفقتهم عليه وفعلا قالوا قلنا ليته سكت يعني أدركوا عظم هو أيضا عظم محبته وأيضا حرصه على أن يبلغ الأمة خطر هذا الموضوع وخطر هذا الأمر ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور والفعل يعني ما في يعني صلى الله عليه وسلم أعظم من أن يكذب الإنسان كذب قبيح جدا ولا 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 يجدر بعاقل لو فكر الإنسان ناهيك على 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 خطره لاحظوا عندنا الصدق وعندنا الكذب وقبل أن أتكلم عن الصدق والكذب أتكلم عن ما نحن في هذا الشهر المبارك الشهر الكريم عن قوله صلى الله عليه وسلم الصيام في حق الصائم يعني من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه
شوف عظم قول الزور حتى تعرف لماذا كان متكئا فجلس. وفي حق الصائم من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ولا ما عندك لو هنا بعض الشيء لأننا مناسبة أيضا الصيام والشهر قد تقتضي مزيد إيضاح. الصيام ما هي حقيقته؟ الصيام إمساك، الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة، هذا الصيام لا أقول الظاهري هو حقيقي لا شك، لكنه يتعلق بالماديات، وهذا هو الصيام المطلوب ظاهريا، وهو الذي إذا خلى به الإنسان قد يكون نفس صومه بحيث أنه يقضي الأكل والشرب والشهوة على الجماع من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الصيام، لا يأكل ولا يشرب ولا يقرب أو يعاشر أهله. وقال الصوم لي وأنا أنزيبه، يدع طعامه وشربه وشهوته من أجلي، وهذا لا شك أنه أيضا دليل على متى يكون الصيام، يعني يبلغ الصائم بصيامه هذه الذروة العالية، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قضية من أجلي ترى هذه قلبية، هذه قلبية، يعني أن أنت ذلك كله لله عز وجل، هذا بينك وبين الله عز وجل. ومن هنا كان إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وأيضا قال الصوم لي وأنا أزيب. ولهذا بعض العلماء قال لماذا قال الصوم لي، فإنما العبادات كلها لله، الصلاة والصيام والزكاة والحج كلها لله عز وجل، بل لو صرفها العبد غيره لما صحت وفسدت وما قبلت، لو دخل حجه رياء أو صلاته أيضا رياء قد يبطل العمل، كلها لله. لكن لماذا خص الصوم؟ قالوا لأن يمكن الواحد يأتي ببعض صور العبادات لغير الله، إذا كانت الصلاة ركوع وسجود قد يأتي واحد يركع لغير الله تعظيما، وهذا موجود في بعض الأمم، يركعون لملوكهم يركعون لمعظميهم يركع، وقد يسجد أيضا. كذلك الحج، الحج هو القصد المعظم، حقيقة هو الحج هو القصد إلى معظم، بعد حينما ولهك تجد بعض الناس إذا دخل على الملكة ودخل على معظم يخلع عليه ويخلع وهذا هذا 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 نوع من التعظيم، وهذا نوع من الحج في اللغة، قصد إلى معظم والتعظيم، هذا نوع من أو حتى يدخل منحنيا ويمشي راكعا ويخلع كما قلنا، وقد يحسر رأسه على حسب عادات الناس وعادات الأمم والشعوب، فهذا أيضا نوع من 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 التعظيم، وقد يسافر من بلده إلى هذا المعظم، هذا نوع من الحج، يعني الحج هو القصد إلى معظم، فقد يحج لغير الله، وقد كما قلنا يصلي غير الله، والصدقة والنفقة معروفة، يعني المال هذا يبذله إلى لغير الله، لكن ما في أحد يصوم لغير الله، لماذا؟
لأن الصوم لا يطلعه إلا الله. لو تقول لي معظم أنا صائم صائم من أجلك، لا يكتشف لو أنك أكلت. قد تقول ما أنا صائم من أجلك، وإذا رحت بيتك أكلت. بينما الصيام لله، هو الذي يطلع عليك وأنت فعلا صائم حق لله، ما يشرك معه غيره. هذا بعض ما قرره أهل العلم، وهو كلام لطيف. المقصود أن الصيام هو الحبس، ولهذا الصيام صبر، وشهر الصوم هو شهر الصبر، والصبر هو حبس النفس. فالمسلم في صيامه فعلا قد حبس نفسه وامتنع عن هذه الممنوعات، وكانت حلالا قبل الصيام طبعا، في الليل حلال وفي غير شهر الصوم حلال، الطعام والشراب والشهوة. بقي الأمر الآخر، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في طعام وشراب. وهذا ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: قول الزور كان متكئا فجلس. وقلنا لكم إن قول الزور واسع جدا، فحينما يكون الكبائر يدعو الإنسان يقع فيه في وإن كان طبعا هو متدرج. فالزور هو الباطل، قول الزور قول الباطل، سواء كان كذب حلف أيمان كاذبة فاجرة شادة زور، كل أنواع الكذب وأنواع القول الباطل كلها زور، والسب والشتم والغيبة والنميمة كل هذه بقول زور. فتصبر صائم ويأتي بهذه أو ببعضها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من لم يدع قول الزور والعمل به، سواء كان قول أو شهادة، لأن الشهادة عمل، أو غير الشهادة أي أعمال. الزور باطل، قد يكون حتى الزنا زور لأنه باطل، والسرقة والتعديات والغصب والنهب والسلب كلها زور، زور وعمل زور. والجهل، الجهل مهم جدا أن تعرفوه. قول الزور قد يكون واضح، أي أنواع الأقوال الباطلة والأعمال الباطلة غير الطعام والشراب والشهوة، الصائم لابد أن يتركها. هي طبعا ممنوعة في الصيام وغير الصيام، وهي في الصيام أكد، لأن الباطل باطل محرم، سواء كنت صائم أو غير صائم، لكنها في يعني فعل الإنسان لأنه لا يمتنع عن الطعام والشراب والشهوة في غير الصيام، تجده يحرص عليها في الصيام ويمتنع. بينما قول الزور هذا طول الحياة في رمضان وفي غير رمضان. والجهل، حقيقة الجهل يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للجهل في هذا المقام عجيب. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الجهل هنا ليس هو عدم العلم، فلان جاهل يعني غير متعلم، لا، الجهل هنا هو نوع من السفه الذي يغطي على العقل فيكون صاحبه جاهلا. ولهذا أنت تقول في دعاء الخروج من المنزل: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. تعوذ بالله أن تجهل أو يجهل عليك. ما معنى تجهل؟ يعني تعوذ بالله أنك تقابل واحد وتسفه، تأتي عليه بمعنى يغلبك الحمق،
وتتجاوز حكم العقل. وهذا قد يحصل حتى عند العقلاء، يأتي ظرف ويأتيك من يستثيرك ويعني يثير غيظك فتغلط كما يقال. هذا الجهل. بينما يعني الذي يقابل الجاهل من هو؟ الحليم. ولهذا لا يشرف النبلاء ولا يثر العقلاء ولا يتجد الحكماء إلا في هذا المقام. في الظروف العادية كل الناس عقلاء، في الظروف العادية كل الناس عقلاء، لكن يظهر تمايز الرجال حينما تأتي المثيرات. يحكم نفسه غير متعجل، غير يمسك لسانه، يمسك عقله، تصرفاته، يمسك يده، هذا العقل. بينما الجاهل إذا غلبه الجهل طال لسانه، مد يده، صار يهيج كأنه كما يقول ثور هائج، هذا هو الجهل. ولهذا علي رضي الله عنه يقول: لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. ترى هذه دقيقة يا أخواني، لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا. يقول لكم سمعتوا كلام على الوسطية والوسطية، وهذا كلام طويل جدا. لا يكون وسطيا إلا العقل. علي يقول الجاهل هو اللي يكون يا مفرط يا مفرط، بمعنى هو الذي انحرف عن جادة الوسط. وكلما كان الإنسان عاقلا ورزينا وثقيلا ومحكم تصرفاته يكون وسط. فليست الوسطية هي أن يكون أحد وسط، لا، الوسطية هي الوقوع في 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 المحل الصح، المحل الصواب، والتزام الصواب. ما يقصد يكون بين طرفين، نعم بين طرف إفراط وتفريط صحيح، لكن ليس الوسطية أنك تمسك العصا من النص، لا، الوسطية الخيار، هو يعني العدل، الخيار، الأمثل، الأفضل، الأعلى، هذا الوسط. ولهذا ضابطها فعلا، ضابطها قول علي رضي الله عنه: لا يرى الجاهل، لا يرى الجاهل إلا مفرطا أو مفرطا، إلا مفرطا أو مفرطا. ولهذا لاحظوا قول الله عز وجل: كتب ربكم على نفسه الرحمة، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور رحيم. عمل سوءا بجهالة، لأن يا أخواني الذنوب والأشياء الانحرافات لا يأتيها الإنسان هو عاقل أبدا، حتى الخمر وحتى المحرمات والزنا لا يأتيها والإنسان في كامل عقله أبدا أبدا أبدا، لا يأتيه إلا أن تغلبه شهوة أو يغلبه أمر سوء أو النفس سبارة السوء أو قرناء سوء. لأنها ليست من فعل الأسوياء أبدا، الذنوب والمحرمات أبدا لا يأتي إنسان وهو في حال كمال العقل أبدا. ولذا قال: كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، يعني في حال من غياب العقل، العقل الكامل. ولهذا تعرفون شرفاء الجاهلية ما لا يأتون الخبور ولا يأتون الأشياء، كلما كان إنسانه أكثر عقلا غالبا تجد عنده من المروءات وعنده من ترك سفاسف الأمور وترك الأشياء المحقرات، ما يأتيها، عنده وازع. ناهيك إذا اجتمع الوازع مع الدين الله أكبر.
ومثلها ومثل الآيات الأخرى إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليه. فالإنسان يعني ولهذا قال النبي هنا من لم يدع قول الزور والعمل والجهل. فأنت إذا سفهت في الصيام وخاصة أحيانا قد يكون حالة الجوع ولا حالة كذا تجعلك يعني أحيانا فعلا قد تفقد يعني أو التحكم في صرفاتك. هنا يتبين الرجال. فإذا لم تدع الجهل في صيامك النبي صلى الله عليه وسلم يقول فليس لله حاجة في طعام وشراب. طبعا لا يقال صيامه باطل، لا، إنما الثواب قد ينقص وقد يذهب بالكلية، لكن لا يقال أنه يقضي هذا اليوم، لا لا، لكنه فقد شيئا كثيرا من لم يدع قول الزور ولا مر. إذا نأتي إلى قضية الزور نأتي إلى قضية الصدق والكذب. حينما قلنا إن فعلا يعني لماذا النبي قال قل ليته سكت، يعني خطر الكذب وخطر الزور وخطر خطير جدا. الرسول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والكذب، إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. إذن حينما النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان متكئا فجلس، لأن الذي صلى الله عليه وسلم يتعاطى قول الزور أو يدخل مداخل الزور لا يزال يكذب 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 حتى يهلك. إياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وزن فاجر، ما معنى فاجر؟ يعني منحرف. الفجور هو فعلا يعني لا يكاد يعرف طريق الصح أبدا ولا طريق الحق، هو يعلم طب يعرفه لكن ما يسلكه، فاجر. الذي يفجر الخصومة يفجر في الأيمان والأيمان الفاجرة يمين فاجرة، يعني كذا يقسم بالله وهو يعلم أنه كاذب. ولهذا لاحظوا صلى الله عليه وسلم هؤلاء الذين أحيانا قد يكونوا موجودين قرب المحاكم وقرب يؤدون شهادات مستعدين أعوذ بالله، هذا هو الذي يقع فيه لا يزال يكذب ويتحرى الكذب. فالإنسان إذا دخل في باب الكذب وما حمه الله وعصمه يدخل أوسع أبواب الفجور حتى يكتب الله كذاب. ننتقل للطرف الآخر الصديق والصادق، وهي جميلة جدا وهي اجتهدوا فيها وتبلغوها بإذن الله. وفي قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، ولا تدرون نجعلها لدرس قد مهم جدا جدا الموضوع. فإن الصدق يهدي البر والبر يهدي الجنة. نتكلم غدا إن شاء الله عن الصدق وعن البر وعن كيف يكون الإنسان صديق. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. هذه إخواني قضية كبيرة وقضية يعني نعمة للعبد أن ولأنه سهل يعني سلوكها سهل ونتائجها عجيبة. عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الصدق. إن شاء الله غدا نتكلم عن هذا الموضوع بي 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 بما إن شاء الله يفتح الله عز وجل وبما يفيد. ونحن في هذه الأجواء الرمضانية وفي أجواء المكية وفي أجواء يعني بيت الله المحرم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.